قبضت قوات الأمن التونسي على إرهابي مصنف بالخطير وحجزت أسلحة وحزاما سيفا في محافظة سيدي بوزيد وسط العاصمة تونس. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته مساء أمس، تعلم وزارة الداخلية أنه إثر معلومة استعلاماتية من إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد حول تحصن عنصر إرهابي بالجهة، مطلوب للسلطات الأمنية والقضائية. تمكنت يوم أول أمس الخامس 15 أفريل الجاري، تمكنت الوحدة المختصة للحرس الوطني من القبض على هذا العنصر الإرهابي المصنف بالخطير ومتورط في عمليات إرهابية على التراب التونسي، وبحوزته سلاح كلاشينكوف وحزاما ناصفا ورمانة يدويتين وكمية من الذخيرة تمثلت في عدد 250 إطلاق أو طلقة.